أهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. مفاجأة مدوية في مباراة المنتخب المغربي وأمريكا، بطلها الجمهور والتفاصيل رائعة. نصير مزراوي يحدث بلبلة وضجة كبيرة داخل بايرن ميونخ الألماني، ولهذا السبب نجم المنتخب الوطني الأولمبي بلال الخنوس على رادار كبير أوروبا. بصور المغرب يكشف عن تصميم ملاعبه المونديالية رسميا. فضيحة جديدة بالكاف، بطلها الأمين العام للاتحاد الإفريقي وموتسيبي يدعو إلى اجتماع عاجل. قميص نادة بركان ما زال يسيل المداد. حرفيا الرعب يصيب الأمريكيين قبل مواجهة المنتخب الأولمبي، شاهد ما دقت. أشرف حكيمي مطلعها على الصفحات اللي قالت أنه سائق حافلة المنتخب الأولمبي. سفيان رحيمي يخرج عن صمته ويكشف خطورة إصابته قبل مواجهة أمريكا غدا. المنتخب الأولمبي تسبب لمشكلة كبيرة بين إبراهيم. مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. بمفاجأة جديدة شهدت عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي الأولمبي ونظيره الأمريكي المقررة غدا لحساب ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 24 إقبالا جماهيريا هائلا تجاوز كل التوقعات. وأكدت مصادر مطلعة أن الحصول على تذكرة لهذه المباراة بات شبه مستحيل، حيث نفذت التذاكر المتاحة على المنصات الرسمية في وقت قياسي. هذا الإقبال الكبير إلى نشوء سوق سوداء مزدهرة لتداول التذاكر، حيث يعيد بعض الأشخاص إعادة بيع تذاكرهم بأسعار مضاعفة عبر مواقع إلكترونية مختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي. تشير التقديرات إلى أن سعر التذاكر الواحدة في السوق السوداء وصل إلى مستويات خيالية، حيث يتراوح سعر بعض الفئات من 400 إلى 1000 درهم مغربي، وهو ما أثار غضب الجماهير المغربية التي تتطلع إلى حضور هذه المباراة. من المتوقع أن تشهد مباراة المنتخب المغربي وأمريكا حضورا جماهيريا كبيرا في ملعب حديقة الأمراء البارك دي برانس بباريس، حيث سيكون الجماهير المغربية حاضرة بقوة لدعم أشبال الأطلس في هذه المواجهة الحاسمة في حال تأهل المنتخب الوطني المغربي، وهذا ما نتمناه إلى الدور النصف النهائي. فسيواجه الفائز في مباراة إسبانيا أو اليابان يوم الخامس غش الجاري بملعب الفيلودروم بباريس. الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حققها من فوزين على حساب الأرجنتين والعراق وخسارة واحدة أمام الأوكران. الدولي المغربي نصير مزراوي وأدم أنزو يرافقان بايرن ميونخ الألماني لمعسكر كوريا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد الذي سيشهد ثورة كبيرة على مستوى التركيبة البشرية التي يتوفر عليها الفريق الأحمر والتعاقد مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني. ومن جهة أخرى، فقد خلق قرب رحيل الدولي المغربي نصير مزراوي انقساما كبيرا داخل بايرن ميونخ الألماني، والسبب يعود لعدم إيجاد بديل في الوقت الحالي بمستواه، الأمر الذي قد يجعل البافاري يعاني بشكل كبير الموسم القادم. وكانت تقارير إعلامية قد أكدت توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع بايرن ميونخ لضم الدولي المغربي نصير مزراوي بعقد يمتد لخمس سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد فشل انضمامه لويست هام الإنجليزي لأسباب مادية. وحسب مصادر إعلامية، فقد قام مانشستر يونايتد بالاتفاق مع نصير مزراوي على الانتقال للفريق الإنجليزي وأيضا مع بايرن ميونخ الألماني، ولكنه لم يقم بالإعلان عن الصفقة لحين الانتهاء من انتقال وان بيسيكا إلى ويست هام الإنجليزي. وحسب ذات المصادر، بلغت قيمة الصفقة حوالي 25 مليون يورو. وفي هذا الصدد أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن مانشستر يونايتد قد توصل لاتفاق مع مزراوي على الانتقال للنادي لمدة خمس سنوات حتى صيف العام 29 مع إمكانية الاستمرار لموسم آخر.
وانتقل مزراوي إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف 22 قادما من أياكس أمستردام في صفقة انتقال حرة، ولكنه واجه صعوبات في حجز مكان أساسي في التشكيلة الأساسية حيث أثرت الإصابات سلبا في مشاركتها. وخاض نصير مزراوي 55 مباراة مع البايرن في مختلف البطولات خلال الموسمين الماضيين مساهما بتسعة أهداف، سجل فيها واحد وقدم تسع تمريرات حاسمة استنادا إلى بيانة موقع ترانسفير ماركت العالمية. توج النجم المغربي مع البايرن بلقب واحد في بطولة الدورية الألمانية البوندسليغا ومثله في كأس السوبر الألمانية. اقترب الدولي المغربي بلال الخنوس من الانضمام إلى لايبزيغ الألمانية، حيث نقلت تقارير بلجيكية أن اللاعب الشاب مرشح بقوة ليكون البديل المثالي لداني أولمو في صفوف الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف الصحفي البلجيكي الشهير ساشا نادي لايبزيغ لا يزال يسعى جاهدا لضم النجم المغربي بلال الخنوس. يأتي هذا الاهتمام الكبير في ظل اقتراب رحيل الإسباني داني أولمو والذي قدم أداء استثنائيا في يورو 24 ما جعله هدفا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وأبرزت التقارير أن نادي لايبزيغ أصبح مستعدا لفتح خزائنه من أجل تقديم مبلغ 30 مليون يورو لضم الدولي المغربي الأولمبي بلال الخنوس من نادي جينيكا، وذلك بعد موافقة النادي البلجيكي على الشروط المالية للصفقة المرتقب. كشفت المملكة المغربية رسميا عن التصاميم النهائية للملاعب المونديالية المرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال بعد فترة طويلة من التكتم المرافق لأعمال التحديث والصيانة. وكان الملعب الأول الذي نشر تصميمه هو آخر الملاعب المحدثة وأكبرها على الإطلاق، ملعب الحسنة الثانية الذي يسع ل 117 ألف مقعد والذي انطلقت فيه الأعمال مؤخرا، والمنافس الأول لملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لاحتضان مباراة نهائية. وهم تصميم ملاعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وطنجة وفاس وأكادير ومراكش والدار البيضاء، وهي الملاعب التي ستكون جاهزة لاستقبال المباريات بداية من مارس المقبل وتحديدا كأس الأمم الإفريقية التي ستجرى بالمغرب بين دجنبر 2025 ويناير 2026. ومن جملة ما تضمنته عملية التحديث إزالة أماكن الألعاب القوى وزيادة سعة المدرجة. اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الثلاثاء 30 يوليوز 24، حيث يعود السبب إلى احتمال وجود فيرون موسينغو أومبا الأمين العام للكافة بقلب فضيحة كبرى. وأثر الأمين العام القوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيرون موسينغو أومبا الجدل مرة أخرى، حيث يزعم أن المسؤول متورط في فضيحة كبرى تهز الهيئة القارية. وحسب الصحفي الفرنسي رومان مولين فإن فيرون موسينغو أومبا قد قام بكل شيء لتغطية تقرير يدينها صدر منذ 5 أشهر. وحسب مصادرنا فإن اللجنة التنفيذية للكاف قد عقدت عبر تقنية الفيديو أول أمس الثلاثاء 30 يوليوز اجتماعا بدعوة من رئيس الهيئة الجنوب أفريقي باتريسي موتسيبي، ولم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع المذكور حتى الآن. غير أن حسب الصحفي الفرنسي فقد بذل رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف موتسيبي كل ما في وسعه لإنقاذ الجندي فيرونا. ومنذ فترة ليست بالقصيرة يتصرف الأمين العام للكاف كما لو كان الرئيس الحقيقي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نتذكر كيف أعلن عن موعد كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستجرى بالمملكة المغربية 25 بمقابلة مع قناة البي بي سي، بينما البروتوكول يتطلب أن يتم الإعلان عبر بيان رسمي من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف موقع من رئيس الهيئة موتسيبي.
كما منح فيرون موسينغو أمبا فائدة لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وائل وليد صدر خلال المؤتمر الفيفا في بانكوك بقبوله تأجيل اجتماع اللجنة التأديبية التي كان من المقرر أن تصدر حكما بشأن انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمام فريق نادة بركان في نصف نهائي كأس الكونفدرالية وكذلك العقوبات بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية طاسة. خصص موقع بوينت سبريتس الأمريكي تقريرا خاصا عن مباراة منتخب بلادهم ونظيره المغربية والتي ستلعب غدا برسم ربع نهائي أولمبياد باريس 24. جاء في تقرير أن أسود الأطلس دخلوا كأحد المرشحين للفوز بالميدالية الذهبية للأولمبياد، وما أكدوه خلال الجولات الثلاث بعد فوزهم المنتخب الأرجنتيني وتصدر المجموعة الثانية. وذكر الموقع أن المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة سبق وأن فاز على المنتخب الأمريكي بهدف لصفر في مباراة ودية جمعت بينهما. من جهة أخرى أشاد التقرير بكل من سفيان رحيم هدف البطولة لحدود الآن بأربعة أهداف، إضافة إلى أشرف حكيمي والذي اعتبره الموقع القائد المخضرم لأسود الأطلس، مع التنويه ببلال الخنوس ضابط إيقاع المنتخب. في واقعة تظهر أن لاعبي المنتخب الوطني المغربي يشاهدون كل ما يقال عنهم وعن المنتخب المغربي في مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل حارس عرين الأسود الخلوق منير المحمدي مع فيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كون المراقب أشرف حكيم يقود حافلة المنتخب الوطني. ونشر حارس عرين الأسود ستوري على موقعه الشخصي على انستغرام تظهر صورة حكيمي وهو يجلس مكان سائق حافلة المنتخب الوطني، وكتب عليها في الوقت الحالي هذا هو الحال حقا في باريس، بما معنى أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص فيديو أشرف حكيمي يسوق حافلة المنتخب غير صحيح. أعرب الدولي المغربي سفيان رحيم مهاجم المنتخب الأولمبي عن سعادته الغامرة بتأهل أسود الأطلس إلى دورة الثمانية في أولمبياد باريس 24. جاء ذلك بعد الفوز الكبير على منتخب العراق بثلاث أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي مكنت المنتخب من تصدر مجموعتها. وفي تصريح لا أكد سفيان رحيم أن الهدف المنتخب هو تتويج الميدالية الذهبية، كما شكر الطاقم الطبي والتقني على دعمه لها بعد الإصابة التي تعرض لها، مؤكدا أنهم يقاتلون من أجل رفع راية الوطن عاليا. أشاد رحيم بدور الجمهور المغربي في دعم المنتخب، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا وأنهم سيبدأون الاستعداد للمباراة القادمة، كما نفى رحيم أنه كان يفكر في تحطيم أي رقم قياسي، مؤكدا أن الأهداف تأتي نتيجة العمل الجماعي والمتبر. وعن إصابته كشف سفيان رحيم أنها كانت صعبة ولكنه تعافى بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيخضع لبروتوكول طبي جديد في الفترة القادمة، كما أكد أن هناك تطابقا كبيرا بين المنتخب الأول والأولمبية وأن الجيل الحالي يمتلك الإمكانيات للذهاب بعيدا. المنتخب الأولمبي تسبب في مشكلة لإبراهيم دياز مع أنشيلوتي، هذه تفاصيله. قد تكون هذه الأخبار غير صحيحة لكن سنأخذها للاستئناس. كشفت مصادر أن مدرب الملكي أنشيلوتي وبخ إبراهيم دياز بسبب تأخره في الالتحاق بتدريب الأبيض الملكية. وكشفت ذات المصادر أن إبراهيم دياز تقبل توبيخ أنشيلوتي بصدر رحمة وابتسامة عريضة، وتزامن تأخر إبراهيم دياز عن الالتحاق بتدريب الأبيض الملكي ومباراة المنتخب الوطني المغربي ضد العراق، مما ولد شكوك حسب ذات المصادر أن إبراهيم دياز كان يشاهد المباراة والتي كانت سبب تأخره عن تدريب ريال مدريد.
تجدر الإشارة إلى أن إبراهيم دياز سلق مجموعة من العروض للانتقال إلى أحد كبار أندية أوروبا مثل إي سي ميلان، أرسنال ومانشستر يونايتد وأخرهم باريس سان جيرمان، غير أنه قرر عدم الرحيل والبقاء في العاصمة الإسبانية مدريد رغم المنافسة الشرسة. وأفادت السياق ينتظر نادي ريال مدريد الإسبانية هدية غير مسبوقة من النجم المغربي إبراهيم دياز في الفترة المقبلة وفقا لما نشرته يومية أس الإسبانية صحيفة المقربة من أسوار النادي الملكية. أفادت بأن دياز هو أبرز مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام 2024، وفي حال فوز اللاعب بالجائزة سيكون أول لاعب من ريال مدريد يتوج بجائزة الأفضل في القارة السمراء. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى الله سبحانه وتعالى لأن أتنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تشاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك نبزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم برعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.